استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي معالي الأستاذ سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، وذلك في مقر المركز بالمنامة. هذا وتعرف الوزير العماني خلال زيارته إلى مملكة البحرين على مختلف جوانب الحراك الثقافي في المملكة وعلى برامج المركز الإقليمي وجهوده في حفظ التراث المادي في مختلف البلدان العربية. وقالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة إن هذه الزيارة تعكس مدى الاهتمام المتبادل بتنمية وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى دور المركز في تعزيز الإرث التاريخي العريق الذي يزخر به الوطن العربي. واطلع وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان على مختلف إنجازات المركز التي حققها منذ تأسيسه عام 2012 في مجالات دعم تسجيل المواقع العربية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مشيدا بجهوده في الارتقاء بحالة صون وإدارة مواقع التراث العالمي في البلدان العربية.